صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 22 لسنة 2019 بتعيين مدراء في وزارة المالية والاقتصاد الوطني جاء فيه المادة الأولى يعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من السيد أحمد محمد بهزاع مديرا لإدارة نظم المعلومات المالية السيدة ليلى حسن احمد علي مديرا لادارة الموارد البشرية والمالية. السيدة مي محمد علاء الدين عاشور مديرا لادارة التنسيق والبرامج. السيد نبراس محمد علي طالب مديرا لادارة اعادة هندسة العمليات. السيد مناف حسين الصباغ مديرا لادارة التخطيط والدراسات الاقتصادية. السيد اسامة صالح العلوي مديرا لادارة التنافسية وقياس الاداء.